كبيرة تعيشها فريق مولوديه مراكش. المباراه ديال اليوم مباراه قويه جمعتكم ما بين امان سوق السبت. ناقش لنا هذه المباراه سي. المهم اش غادي نقول لك، المشاكل اللي كيعيشها الفريق بصراحه بعد النتيجه راه بصراحه راه مرضي للطرفين، لا الفريق المولوديه ولا الفريق سوق السبت. ولكن في هذه الظروف هذه اللي هي استثنائيه، والفريق اللي تعاني بزاف تاع المشاكل في ظروف لحد الساعه دابا راه ما كاين لا مكتب صراحه اللي هو قانوني باش يسير هذه البطوله هذه. والمهم هاش غادي نقول لك، تنقول بان تنطلب من هاد الناس، من هاد المسؤولين والناس المحبين اللي تيغيروا على فريق المولوديه، بس بصراحه يجيو باش يساعدوا هذا الفريق وفي هذه الظروف هذه اللي بصراحه راه اللي بصراحه فريق مولوديه مراكش اللي التاريخ ديالو راه تيشهد ليه على كل شيء بما فيه من اللاعبين اللي دازوا عطاو الفريق مسيري كذا. وفي هذه الظروف هذا راه تنتمنى ان شاء الله من المحبين ديال فريق المولوديه والناس الغيورين والمسيرين اللي تيبغي هذا الفريق يجي باش يساعد هذا الفريق في هذه الظروف. راه حرام والله الا حرام في هذه الظروف هذا اللي تعيشوا فريق المولوديه المراكشيه والناس اللي تشوف هذه المساله بالظروف اللي تعيشها الفريق من ناحيه الماديات. انتم دابا تشوفوا الفريق بانه راه الناس راه باقي اللاعبين دابا ما خدوش المنحه ديالهم. الظروف دابا راه بصراحه اللي تعيشها الفريق راه بصراحه لا داعي للقلق، لان هذا الفريق هذا الا بقى في هذا الطرف هذا راه غادي يكون نزل القسم الاخر. وتنسمعوا تكلمنا على الجمع العام اللي غادي يكون يوم الثلاثاء. واش المهم لحد الساعه بان الجمع العام بصراحه باقي ما كاينش حاجه، لان الجمع العام ما كاينش حاجه لحد الساعه، لان انا صورت الناس مسؤولين بعض المسؤولين على الجمع العام ديال 29 والثلاث، ولكن الناس باقي دابا متخوفه باقي ما عارفينش امتى غادي يكون الجمع العام. اذا ماشي حاجه اللي هي صحيحه راه ما كايناش لحد الساعه. حنا تنتمنوا ان شاء الله بعد المسيرين هادو والناس هادو اللي باقيين نقول اللي تيحبوا هذا الفريق وبغاو ليه الخير وبغاو ليه يزيد لقدام يجتمعوا ويحلوا هذه المشكله الطرفين، لا المكتب الاول لانه هو المكتب اللي كيسيروا دابا السي العمري، ولا المكتب الاخر اللي جاي تيقول بانه راه كاين مستثمرين وكاينين الناس مسيرين اللي بيردوا الفريق لهذ الوجهه ديالته والطريق الصحيح. تنتمنوا هاد الناس هذه باش يجتمعوا في اقرب وقت باش ينقذوا هذا الفريق. راه بصراحه راه لا يعقل بان هذا الفريق في هذه الظروف هذه اللي تعيشها دابا راه صعيبه وصعيبه بزاف، لا اللاعبين ولا الطاقم ولا الصف كله بصراحه. وتنتمنوا ان شاء الله باش هاد الناس يتضافروا الجهود ويجيو باش يحلوا هاد المشاكل ديال هاد اللاعبين ويزيدوا بهذا الفريق اللي قدام. راه حرام، حنا تنطلبوا من هاد الناس هادو كلهم لا اللاعبين لا الناس المسيرين اللي بيساعدوا هاد الفريق ولا بيزيدوا به للقدام يجيو يتعاونوا مع هاد الفريق ويديروا ليد في ليد، والناس اللي تيحبوا الفريق يجيو في هاد الطرف هذا، لان الطرف هذا هو الطرف الصعيب. هذا هو الطرف الصعيب، الناس اللي تيحبوا الفريق يجيو ويساعدوه ويتعاونوا معاه باش ان شاء الله نزيدوا بالفريق اللي قدام ان شاء الله. وشكرا.